القناة زي ما اتعودنا الناس القديمة عارفة كويس ان هنا في مصداقية لا مؤاخذة، احنا هنا في مصداقية في أي حاجة بنتكلم فيها، حتى لو حاجة هايفة في مصداقية. ولما نتكلم على موضوع الإضاءة والعطل الفني اللي حصل في مباراة الجزائر والكاميرون لازم نقول إن هو عطل فني، ما ينفعش خالص إن أنا أقول سامويل إيتو بعت العيال وقال لهم روحوا اقفلوا الملعب، لا لا ما ينفعش الكلام ده، وما ينفعش برضو ان انا اقول ان دي ما بتحصلش خالص غير في قارتنا اللعينه، لان الكلام ده لسه حاصل في ماتش نوريتش واتفورد. الصوره المصغره اللي انا حاططها دي كانت من ماتش نوريتش واتفورد السنه دي في الدوري الانجليزي. تخيل يا برو، عندهم برضو في انجلترا بيحصل برضو ازمات ومشاكل تقنيه في الاضاءه بتاع الملعب عادي، ما مش بشر زينا، طبيعي ان هم يحصل عندهم الازمات دي. واقول لك على التقيله، انا في فيديو كنت عايز احطه بس خفت على طبعه النشر، وهو فيديو مباراه الوحده والنصر السعودي في 2015 لما الملعب كله النور بتاعه طفي مره واحده. دي مشاكل برضه بتحصل في الدول المتقدمه. هتقول لي يا تبا اللي كرتنا اللعينه، ما انا عمال اقول لك الصوره المصغره دي من ماتش واتفورد ونوريتش، عيب عليك. يعني موضوع الاضاءه ده خارج عن ايد سامويل ايتو، صعب جدا يكون سامويل ايتو هو اللي بعت حد من جنبه يقول له روح اقفل المدرج ده، يعني انت بتقول ايه؟ وبعدين مفيش كشافات بتقعد 45 دقيقه. بس عادي واحد بيعدي حاجات كتير. بس بص، هي النغمه ماشيه لمصلحه ان كان في مؤامرات، ما كانش في مؤامرات يا جماعه، هي الكوره بتتلعب في الملعب بس. وبعدين الكوره بتتلعب في الملعب بس، دي عودتنا حاجه واحده بس، ان المواقف دي في صالحك انت كفريق كسبان. اه والله في صالحك انت كفريق كسبان، ليه؟ لانك بتاخد نفسك لا مؤاخذه، يعني مهما كانت الاداره توقفت 5 أو 10 دقائق، الفرقه اللي كان عليها ضغط المباراه هي اللي بتاخد نفسها. المنتخب الجزائري كان بيتحمل ضغط المباراه وهو اللي خد نفسه، انما المنتخب الكاميروني اللعيبه هبطوا شويه، اللعيبه ارتاحوا شويه، اللعيبه بدأ يخرجوا بره مود المباراه، فالايقاف ده في الملعب بتبقى عارف ان هو صالح منتخب الجزائر. انما انا طلب بعد الماتش يقول لك ان مؤامره عايز مشاهدات، بس انا مش عايز مشاهدات تيجي بالشكل ده. ليه؟ لان انا هنا متفقين على حته ان احنا بنتكلم بمصداقيه واقعيه، صعبه جدا ان دي تحصل، مش صعبه، هي مستحيله، لان صعبه جدا انك تفكر ان في عز المباراه مشغله وفي عز ما انت متوتر نروح نقفل الكشاف. كشاف ايه اللي تقفله؟ حاجات غريبة ومريبة. بس لو انت عايز تقتنع ان هي مؤامرة فبراحتك، انا مش شايف ان هي مؤامرة، بالعكس انا شايف ان هي فادت منتخب الجزائر كتير وطلعت لعيبة من التنشن اللي هم كانوا فيه، وطلعت لعيبة وخلتهم ياخدوا نفسهم وخلتهم يحسوا ان الموضوع مش صعب، بالعكس تماما، دي حاجة فادت المنتخب. فلما احنا نتكلم ان الموضوع كله مؤامرة، انا عارف ان الكلام على سامويل ايتو كتير، وعارف ان سامويل ايتو اعتدى على مشجع وايتو عمل ايتو سوى، بس انا بصراحه بحب سامويل ايتو. ايتو ايقونه من ايقونات برشلونه وايقونه من ايقونات الكوره في افريقيا، يعمل كل اللي هو بيعمله ده بداعي الوطنيه. لما احنا بنعمل الحاجات دي بنقول ان احنا بنحب البلد وبنعمل وبنسوي. لما مجدي عبد الغني راح اعتدى على فرد امن لفظيا في المطار كان بيقول لك ان انا اسطوره وما ينفعش ان انتوا تعاملوا معايا كده. والله بجد مجدي عبد الغني عندنا في مصر في فيديو منتشر له وهو بيشتم فرد امن في الملعب علشان خاطر الباشا عايز يخش بالعربيه لحد جوه، والممنوع اساسا انك تخش بالعربيه لحد جوه. شوف انت بتتكلم في ايه؟ يعني ما ينفعش ان انا مصري واعمل ان انا مش شايف موضوع مجدي عبد الغني ده واطلع اتكلم على سامويل ايتو ان الراجل ده فاسد والراجل ده بيكره الجزائر والراجل ده والراجل ده والراجل ده. هاشتاج مجدي عبد الغني لازم يتحاسب، انا غلطان ان انا ما شاركتش فيه امبارح، بس مع الاسف الشديد ان انا ما عنديش مشاهدين مصريين كتير، لو كلمت عن مجدي عبد الغني امبارح لازم يتحاسب، الفيديو ما كانش حد يتفرج عليه، بس مجدي عبد الغني فعلا لازم يتحاسب. ما تقعدش تعمل ذكر على الناس اللي بره وتيجي على الناس اللي في بلدك اللي انت عارف ان هم عندهم علاقات وتخاف ان انت تتكلم معاهم. بس القصه مش قصه انك اعمل بطل على سامويل ايتو، لا، ما سامويل ايتو بعيد والكلام مش هيوصل له، انما مجدي عبد الغني ما ينفعش انك تقول مجدي عبد الغني تصرف همجي، تصرف حقير، تصرف زباله من شخص اساسا المفروض ان هو يحترم نفسه اكتر من كده. كلنا شفنا الفيديو بتاع مجدي عبد الغني امبارح، ما عجبناش اللي عمله مجدي عبد الغني، بس كل الناس عملت عبيطه من بنها، انما لما تحصل ازمه تقنيه في ماتش الجزائر والكاميرون كلنا عاملين ذكور على سامويل ايتو. الغريب دايما بتحاول تعمل عليه ذكر، انما اللي جوه بلدك وعارف انه ليه علاقات بتخاف تحط عليه اللي اتحط عليك وتحط على اللي خلفوك. بس هي بلدنا كده، بتخاف تتكلم في الحق دايما للناس تهاجمك، وتخاف تتكلم في الحق دايما لتتحبس، فخلاص لازم تتكلم في الباطل لان الباطل بقى بيعجب ناس كتير. حكايه مجدي عبد الغني معصباني جدا، لان ما حدش عايز يتكلم فيها بما يرضي الله، كله بيعمل عبيط وكله بيعمل ان هو مش شايفها. بعدين الناحيه الثانيه بيقرر ان هو يعمله هجوم على سامويل ايتو لمجرد بس ان الكلام على ايتو بيجيب ريتش وبيعمل مشاهدات. الموضوع بقى قذر، الموضوع بقى قذر جدا. انا كنت طالع اتكلم على سامويل ايتو، بس لما لقيت نفسي بتكلم على سامويل ايتو واللي بيحصل بره الملعب، لا، احنا عندنا ناس بتعمل اوسخ من كده بكتير وما بيتمش الكلام معاها، فصعب جدا ان انا اعمل ان انا مثالي على سامويل ايتو واجي عند مجدي عبد الغني واعمل عبيط ومش شايف.
كلام بعد على سامو ليتو والجزائر والكاميرون، بس معلش كان في حاجات لازم الواحد يتكلم فيها. لو الفيديو طول معاك وما عجبكش اعمل ديسلايك براحتك، لو عجبك اعمل لايك.